أجواء خريفية، مقاعد ونافورة مياه، كل شيء يبدو اعتياديا في هذه الحديقة الباريسية، لكنها في الواقع حديقة أدبية بامتياز. هنا مساحة لعشاق الأدب للتمتع بأجمل أبيات الشعراء الفرنسيين والأجانب. هذه الفكرة استوحاها النحات الكندي ميشيل غولي لمزج الأدب والفن في الأماكن العامة. القصة بدأت بعيدا في إقليم الكيبيك الكندي وتصل اليوم إلى الحدائق الفرنسية. أعجبتني الفكرة كثيراً لأن المقاعد بحد ذاتها تحف فنية ويمكن استخدامها في الحياة اليومية، وهذا أمر نادر في عالم التصميم والمجسمات الفنية. والجميل أيضاً أن من يجلس على تلك المقاعد ليستمتع بأبيات الشعر يتفاعل مع من يجلس مقابله كذلك. وضعت المقاعد مقابل بعضها البعض بطريقة تذكر بالمقاهي الأدبية في القرن 19، ولجذب زوار الحديقة إلى هذه المقاعد التي تستمد طاقتها من ألواح شمسية، وضعت مجسمات لأشياء من حياتنا اليومية لجذب فضول الزائر وحثه على الاقتراب. أمر من هنا كل يوم في وقت الظهيرة، ولم ألاحظ يوما وجود هذه المقاعد. شيء جميل المزج بين الثقافة والأدب في مكان جميل كهذا. من بين الشعراء المشاركين بتقديم قصائدهم إلى زوار هذه الحديقة من خلال تلك المقاعد الشاعر الفلسطيني محمود درويش، إذ يقول في أبيات: إذا كان هذا الخريف الخريف النهائي فلنعتذر عن المد والجزر في البحر والذكريات، وعما صنعنا بإخوتنا قبل عصر النحاس. جرحنا كثيرا من الكائنات بأسلحة صنعت من هياكل إخوتنا كي نكون سلالتهم قرب ماء الينابيع. ليث بزاري، العربية، باريس.